ابن عمي يا عيونه بدي روح لعند امي. ابن عمي بكي على زيارتك لطفية. ابن عمي الله يخليك خليني روح، والله اشتقت لها. طيب جهزي حالك لأختك. لك الله يخلي لي اياك يا حق. لك ميت اهلين وميت سهلين تقبريني، اشتقت لك يا عمو. تعي لشوف شلون عايشة؟ إن شاء الله مبسوطة عند بيت حماكي؟ هلا بحكي لك كل شيء، عندي كوبة أخبار. لا لما شافت صحن شيلكم منقول رح بتطق عليه، يعني لو فوزية قدامها كانت أكلتها بلا ملح من كتر ما أنا منغاظة منها. وشو صار يعني؟ دخيلك البني آدم عم يتب ويموت. إيه بس عمي أبو عصام سكتها. خانقوا؟ لا ما وصلت بيناتهم للخناة لأنه حماتي ما عاد حكيت. أيوه. وأنتِ شو عم تشتغلي بالبيت يا مو؟ آخ يا مو، حم أشطف وأجلي وأمسح وأنشر غسيل كمان. بس حماتي ما عم تخليني مد ايدي على الطبخ، قال شو ما بتحب تاكل من ايدين حدا. هيك لكان بناتها يتعلموا الطبخ والنفخ وانتي قاعده خدامه. ايه شو عليه؟ ماشي يا سحر ماشي. تفضلي. شلونك دلالتي؟ حتقبريني. اهلين وسهلين يا مو. الله يرضى عليكي. شلون العمامير العصافير؟ ببوس ايدك يا مو. شو وينها جميله؟ مالي شايفتها. صحني هون. شلونك بوران؟ مشتاقت لك. يلا يا مو دلال عملي لنا كسر سفرة. فوتوا يا مو فوتوا. هي رح تروح من وشك قبل ما تلحق الثانية لترتاحي منها. إيه بس والله ماني مرتاحة يا مو. من شو؟ ما عم اخذ راحتي بالبيت يا مو، يا من تراني حط الغطا على راسي. وما احلاكي وتقيمي لا تكوني مفكرة حالك ساكنة لحالك بالبيت. اوعك ها. لا ايو اوعك يا مو، السلف يشوفك بالقرعة بنتفك تنتيف والله. ولازم تحس بحساب له دايم التوم. هيك رأيك يا مو؟ لك تيري بالك الله يرضى عليكي، ما بدنا الناس يحكوا علينا. لا تنسي يا مو بكرة كتب لك كتابها. إن شاء الله يا مو. وعيك ما تجي مرت عمي. كرمالك رح أجي صهري. الله يخلينا ياكي. يلا بخاطرك مرت عمي. مع السلامة. بخاطرك يا مو. مع السلامة يا مو. الله يديمك عمي، بس والله عندي فيها بكثير صور. لا تنسى تبعتها بكره كتب كتاب اختها. ان شاء الله مرت عمي ان شاء الله. بكير سعيد. ها اهلين صهري. اهلين اخي عصام. شو بلاقيكم رايحين قاعدين بكير؟ حاجه اخي نحسوا الاولاد. يلا بخاطركم يا الله. بخاطرك يا ابي. مع السلامه خالو. مع السلامه. مع السلامه. لا تنسى سعيد بكير. ها استنى كم يوم شو بدهم يقولوا علينا الناس؟ دغري اعطيناها وش وصارت تطلع وتفوت على كيفها. هي عروس، هي ما بيجوز تطلع من بيت جوزها قبل الشهر، ما بيجوز، عيب. طيب طيب كل شيء حكيتيه لحبيبي خلصنا بقى حبيبي. قال شو اشتقت لامها؟ قال معلش يا عيني معلش، فريال مره ساكنه لحالها ولطفيه ما لها غير امها واشتقت لها. شو صار؟ وما راح يصير شيء اذا زارت امها لك عيني، الناس حتعذرها. والاهم انه جوزها اخذها بايده لعند امها وجوزها جابها من عند امها. لا هاتي سطل المي وكتي هون. ايه بس هون خالص الشطر. ايه معلش منعيد عليه، منه بينضف ومنه مرطب شوي. كتي لقلك. ايه على عيني. شو ما خلصتي شطف انتي وياها؟ يلا بقى خلصونا، عنا شغلة فوق راسنا. وانتي ما تروحي تشوفي شغلك يا بعدي. عم اشتغل مرتخي ولا شايفتيني عم بلعب بالمايايا مثلي؟ ايه بلا حكي ماله طعمه. يلا يلا روحي شوفي شغلك. هذا اللي كان ناقص والله تتأمري علينا. عم قلك بلا حكي ماله طعمه جميله. بس شو هاد انتي وياها؟ كل وحده تشوف شغلها، ما بدي مشاكل ومزاحنات بين بعضكم البعض، فهمتوا؟ يا مو شفتيها شلون عم تتأمر علينا؟ شفتها. يلا روحي على المطبخ. وانتي لطفيه خلصي اللي بايدك وفوتي رتبي اوضة الضيوف. حاضر حاضر مطعمي. ولك تضرب الساعة اللي اجيتي فيها لعنا. تفضل ابن عمي. ايش وديات؟ بدك شي للطول؟ بدي سلامتك ابن عمي. يلا بخاطرك. لا تأخر على الغداء ابن عمي.
يعني رح تشتاقي لي قبل ما ارجع؟ خلص ابن عمي لا تخجلني. لك يستمني خجلان انا. بدك شيء؟ مهونة يا ابن عمي. ابن عمي شو روح لعند امي اليوم؟ اجليها هلا. الله يخليك ابن عمي والله اشتقت لها. لسه ما صار لي كم يوم رايحة لعندها. ان شاء الله ابن عمي. خلاص برجع باختك. امتى بدك ترجع؟ ما بطول. يلا بخاطرك. مهونة يا ابن عمي مع السلامة. بشيل الفران جايبكم الخبزات. وقلتي له العصام انك رايحه لعند امك ولا رايحه من جونك؟ معلوم مرت عمي قلت له الصبح قبل ما يروح على الدكان وهو وافق. ومين بده يوصلك؟ على اساس يجي عصام يوصلني. مرت عمي معلش يروح لحالي. تروحي لحالك؟ هذا اللي ناقصنا تمشي بالحارة. وشو فيها مرت عمي؟ بيتي بآخر الحارة فشختين بصير بقلبه. روحي اشلحي ملايتك. نحنا ما عنا نسوان تمشي بالطرقات. شو بدهم يقولوا عنك الناس؟ زقاية وشطاطة؟ بس يا مرت عمي. خلاص أنا شو قلت؟ روحي على أوضتك وبس يجي عصام هو بياخدك لعند أمك. يلا لشوف. حاضر. والله ما بطيئك ولا بطيئة. أنا عندك مالي قيمة. صدقيني لطوف ما بطيت حك راسي، كفت علينا الزباين كفت، على قص شعر وحلاقة دقن وشو بيعرفني؟ إي وأنا شو دخلني؟ أنت وعدتني تيجي تاخذني لعند أمي، بعدين شو فيها إذا رحت لحالي؟ ولا أنك بدك تمشي كلمتها على مرت ابنها الكبير؟ هلا لا كبري يا لطوف. الأصول ما تروحي لحالي، يعني أمي معها حق ما تبعتك لحالك بالزقاق. إيه معلش، أنت تعا مع أمك وتركني أنا أتعذب لحالي. الله يسامحك يا أمي. هلا روقي لطوف، خلص بكرة حأخذك لعند أمك، يلا فرديها. إيه والله مين حلوة أنت زعلانة؟ إيه ها؟ تسلم لي هالضحكة. يلا يلا يا ابن عمي. عجلي تأخرت على الدكان. يلا هفليك جزت. بدك شي يا مو؟ سلامتك يا مو. بدك شي مرت عمي؟ ترجعي بالسلامة. لك يلا يا لطفي.